فواز الأسلمي، صحيفة المواطن. سؤال متحدث وزارة الشؤون البلدية: ما هي عقوبة المنشأة التي تتهاون في التأكد من الحالة الصحية للزائر؟ طبعا فيما يتعلق بالتهاون بمسألة التحقق من الحالة الصحية أو غيرها من المخالفات الأخرى، جميعها تخضع للائحة العقوبات المعتمدة بهذا الشأن. ويعني جميع المخالفات، نتحدث عدم ارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة، عدم التحقق من الحالة الصحية وغيرها من المخالفات، تخضع للائحة عقوبات واضحة. طبعا تتراوح ما بين الغرامات المالية، إغلاق المنشأة لمدد معينة وغيرها من العقوبات الأخرى، وفق طبعا نوعية المنشأة، من المنشآت متناهية الصغر إلى المنشآت الكبرى، يتم على ضوء ذلك تطبيق العقوبات وفق نوعية المخالفة وحجم المنشأة. شكرا لكم، ونتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. شكرا لكم أستاذ سيف السويري، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.